الفكرة بقى أو القضية يعني ليه تحمس، يعني إيه السبب في إن أنتوا تحمستوا إن أنتوا تتكلموا عنها؟ شيرين أسمع صوتك. بصي، الفكرة من الأول قبل ما نلاقي حدوتة، إحنا كنا متحمسين نتكلم عن مشكلة أنا شايفة إنها بتواجه في مصر تقريبا 4 مليون سيدة أرملة في مصر. شايفة إن الأرامل دول ستات فقدوا أزواجهم، وأمهات لأطفال فقدوا العائل والسند والظهر ومعاني كتير مهمة جدا جدا جدا. فشايفة إن اللي بيحصل بسبب القانون ده إن الأم بدل ما تبقى تعرف تحاول تقوم على رجليها تاني، وده صعب جدا جدا من غير الزوج، بدل ما احنا نديها الدعم ده، للاسف القانون بيكسر فيها زياده، فالطفل في الاخر هو المتضرر الاول، لانه بيبقى فقد ابوه وقعد على امه. صحيح. حتى ما بتبقاش خلاص بربع قوتها.